ويجب حتى على مستوى الدولتين ان احنا ما نتيحش الواحد مطلوب للعدالة في لبنان انه يظهر في التلفزيون. ماذا سيكون الموقف اذا تم القبض على فضل شاكر وترحيله الى لبنان ومسوره الى العدالة وخد اعدام؟ واحنا كنا بنحتفي بالتب يعني انا ده بشكل عام. انما الاستاذ احمد له رايه ويحترم. طيب. الاستاذ محمد فاضل له رايه ويحترم. انما انا شخصيا اؤيد الاستاذ فاضل تماما فيما قال. طب اتفضل استاذ فاضل. اتفضل. لا انا عايز اقول حاجه. انا كاتب على فكره احتمال كمان يكون. طب اسمع حد طب استاذ فاضل اتفضل. انا ما اعرفش الناس قرات انا كاتب في المقال بالنص ليؤدي فضل شاكر حق مجتمعك وليخضع للمحاكمة ويرضى بقرارك. يبقى كنا ننتظر يا فندم بقى ده وبعدين بقى نيجي نفتح له ابواب الفند في مصر. بالظبط. لو سمحت انا ما جبتش يعني احنا كده عملنا منه بطل. بطل. ناقشت فكره عملنا يا جماعه منه بطل وهو لا يساوي ولا إيه؟ انه يغني ولا انه يظهر في رمضان. انا ما جبتش اصل على فكره انا اتكلمت على فكره انه الفنان اللي يتحول لارهابي ده جريمته مضاعفه. لكن لما يكون عيل عنده 20 سنه ولا 21 سنه ويتحول لارهابي يبقى بيتحول من انه بياخد شويه دولارات او هو عملوه غسيل مخ. لكن عايز تقول لي ان فضل شاكر هذا المطرب اللي بيقولوا عليه كبير عملوه غسيل مخ؟ لا، الفنان مفروض انه يبقى محصن ويبقى فاهم ويبقى مش بسهوله يتحول. لا، ده جريمته مضاعفه. يعني يجب انا مش قاضي لكن انا بتكلم على الناحيه الشعبيه رد ده مضاعفه غير لما شخص عادي يخطئ. يعني شخص مخه لسه احنا عيل لما بنحب انا يا استاذ فاضل احنا لما بنحب نعمل مصل لمرض بنجيبه منين؟ مش من المرض نفسه؟ لا 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 معلش المثل لو سمحت لي دولة. طب استاذ صابر انا بجد خلينا نتكلم بقى بصراحه كسؤال اخير لحضرتك يعني عشان موضوع يعني مهم وكبير ومحتاجين ممكن نخصص له حلقه كامله. حضرتك رئيس تحرير مجله الازهر يعني كلام حضرتك ده شخصيه يا استاذ احمد كرئيس تحرير يعني ما تكتبه في مصر اليوم لا يتلائم ويتوائم مع توجهاتك كرئيس تحرير مجله الازهر؟ انا بقول لحضرتك انا بكتب في مصر اليوم بقبل سنوات من 10 سنين وهيك بقالك فتره قصيره ولكن الكلام هيك بتقوله دلوقتي فكره ان احنا بناخد المضاد الحيوي والوصل الكلام ده لو انا كاتبه في صوت الازهر يعني انا بكتب ما يتناسب مع مصر اليوم وبكتب في الازهر ما يتناسب مع الازهر. نعم يعني انا بكتب في كل جورنان بما يتناسب مع اتجاهاته. يعني ايه كل جورنان بما يتناسب؟ يعني انا هذا المقال مين اللي قال الكلام ده؟ ما بسأل حضرتك دلوقتي في المقال شاور لي على السطر ده يا استاذ احمد. طيب. دكتور تسمح لي الخروج بقى المناسبة. طيب انا بشكرك جدا انا بقول بشكركم يا استاذ عبدون. طيب. شاور لي على السطر اللي فيه خطأ في المقال يتنافى مع المجتمع كله. ليت كل ارهابي يغني. انا راجل بقالي 10 15 سنه بكتب في مجال دعم التنوع والمواطنه ومكافحه. استاذ احمد يعني يذاع صوته في التتر ولا ما يذاعش دلوقتي؟ وده مثبت يا طب يذاع دلوقتي في التتر ولا ما يذاعش يا استاذ احمد؟ يذاع في التتر ولا ما يذاعش؟ ده قرار الشركه مش يا بيه. انت شخصيا رايك ايه؟ لكن انا عايز يعني فكره لا راي حضرتك انت ايه؟ بعد ما يؤدي ده يعني اذا يتشال حضرتك. انا متكلم عشان اتناقش في مقال. هل انا جبت في المقال سيره التتر يتشال او ما يتشالش يتحط او ما يتحطش؟ طيب هو هيك